تمشي للسؤال، سؤال الموالي اللي قال لي بعض اعضاء المكتب احنا جينا لها يتهمونك بالانفراط بالقرارات ليس سميتو. الجواب اش كيقول لي؟ يقول لي انا ما عنديش علم اشراف كيدير راسو السيد ما تيخ خبار كيسحب واش الناس باغي كيضربوا صباع. واسلوبك متجاوز صاحبي، وحتى التبريرات ديالك متجاوزه. قال لي ما عنديش علم، تقدر تكون اشاعه سمع هدفها النيل من وحده المكتب المديري ياك. قال لك حنايا عندنا حنا عندنا وحده. راه شوف واحد القضيه، مكتب مديري، مكتب مديري شنو هو؟ عباره عن مكتب مسير لجمعيه رياضيه. شي المكتب المديري ولا مثلا نقولوا مجلس الاداره ديال شركه أو لا اي جهاز مسؤول عن تسييري وحدات اداريه معينه، هذاك الجهاز راه ما يمكنش تكون بيناتو التناغم وبيناتو الوحده الا اذا كان متفق بعدا على الاهداف وعلى وعلى على على, على المهام ديالو. اشنا هي؟ اش خصو يدير؟ وشنو هما الاهداف ديالو؟ خصو يكون متفق عليهم. انا كنتحداك واش انت عندك مكتب مديري متفق على الاهداف؟ علاش؟ لان اول حاجه الاهداف ما عندكش. انت شنو هو؟ انت ماشي رئيس بداك المعنى ديال رئيس منتخب عنده برنامج وعنده توجهات. انت مجرد موظف، انت موظف تم تعيينك لفترة معينة لقضاء أهداف معينة. أنت تجير، tu es un gérant. شنو أنت؟ أنت ماشي رئيس، أنت tu es un gérant. حطوك الناس وقالوا لك غدير هذه وغدير هذه وغدير هذه، حاول تجيريها لنا، حاول تسكت الجمهور، حاول تبين لهم بين راه الفلوس جايه وانه المستشارين جايين، وحاول تجيري هذه المرحله ندوزوها بما نلقاو عاوتاني واحد اخر يقوم بهذه المهمه. وهذه ماشي غير انت، ماشي غير انت باش نقولوا كنظلم انيس ولا نو. انا تنقول الحق، تنبغي نقول الحق. هذا الشيء مستمر من المرحله ديال الحسبان. غير هو حسبان بدا واحد الوقيته خرج لهم على الخط، يعني بغى يستقل، بغى يكسب الجمهور. باش يمكن لي يكسب الجمهور بيان سيغ خصو يجري على انتدابات. اذا الانتدابات اللي كسب بها الجمهور وجات واحد الوقيته بغى ينسالخ على ما يعرف بالحكماء، وبغى يدير واحد، بغى هو يعني هو يولي هو الفرقه هو اللي كيسيرها وما بقى يدخل فيه حتى شي واحد وينفصل عليهم، بغى يستقل عليهم. ولكن ناضوا ليه راه ما طلقوه من الفوق هذيك هذا تخرجوا. اذا ولكن الاصل والهدف راه هو هذاك، تحط السيد النهار الاول باش يؤدي واحد المهمه معينه. اذا هو كرئيس موظف، سيت ان جيرون، سيت ان بريزيدون جيرون، كيجري واحد المرحله معينه. هذا الشيء اللي وقع مع حسبان راه هو اللي وقع مع الزيات، هو اللي وقع مع الاندلسي، ودابا مع انيس. كلهم دي بريزيدون جيرون. ملي كنقول بريزيدون جيرون راه تي شنو؟ شتي ذاك المفهوم ديال الرئيس المنتدب، لو بريزيدون ديليغي، راه هي هادي. كيكون ديليغي بور جيري اون بيريود ديتيرميني اي بور دي فونكسيون ديتيرميني. دابا متفقين؟ دابا بلا ما تقدوخ علينا ديك ها ولا ها، مسائل واضحه بلا ما تقول هادو كيأولوا. حنا ما كنأولوش، حنا كنقراو الواقع. غنتفرق ما بين التأويل، انك غير كتجيك كتقول شي حاجه هي ما كايناش ما عندكش، ولكن كتحاول تقول راه يمكن كاينه انطلاقا من شي معطيات. لا، حنا ماشي في المجال ديال القرائن. انت راك رجل قانون كرئيس وكتعرف شنو هي القرائن. القرائن هي كتكون واحد مقتضى قانوني اللي ما كاينش عليه قاعده قانونيه كتنظمو، كتاخذو غير من الواقع ومن الوقائع ومن داكشي اللي كيروج امام المحكمه. كتقول هذه قرينه، هذا دليل وقرينه انه راه هذه واقع، هذا اللي دار وهذا اللي دار وهذا اللي دار ارتكب هذا الفعل اللي هو غير منظم قانونا، او دار واحد القرار اللي هو غير منظم قانونا. اذا هذه القرائن، حنا ما عندناش قرائن، ما كنأولوش، حنا كنقراو الواقع. اللي كيحيط بك السي انيس واللي كان كيحيط باللي قبل منك. دونك هنا تندوي على انه مادام انه الخلاصه هو انه مادام انك انت ما عندكش استراتيجيه وما عندكش طريقه عمل وما عندكش انت اهداف شخصيه لا انت ولا اللائحه اللي معك، اذا كيفاش غيمكن لك انت والمكتب المديري تكونوا وحده والناس راه كيبغيو يفرقوا هذه الوحده وكيبغيو يشتوك ويشوشوا عليك وكذا؟ الوحده اصلا ما كايناش، لان ما كاينش وحده الاهداف، ما كاينش وحده المنظور، ما كاينش مشروع. نتوما ما جايبينش مشروع، نتوما جايين غير على الله باش تجري واحد المرحله بينما المستقبل يبين شي حاجه ربما.
دونك هذه مسائل واضحه مغالطات ما عندنا ما نديرو بها. كيزيد هو كيجاوب تيقول ليه اودي هذا الرئيس دائما تيقول لك زمن الديمقراطيه والشفافيه هو هذا هي الرجاء. يا ربي ماشي زمن رمز. قال لي خصك تعرف واحد القضيه على حيت قال لي هذه القضيه انت كتاخذ قرارات انفراديه بوحدك. قال لي لا بالعكس الرجاء هي رمز الديمقراطيه. اي الرجاء كانت رمز الديمقراطيه. عرفتي متى كانت الرجاء رمز الديمقراطيه؟ الرجاء كانت رمز الديمقراطيه سميتو في فترات متفاوته ماشي نقولوا حتى العام 2013 و2012 في فترات متفاوته. الفتره الاولى او الفترات الاولى انا كانت ايامات كان نهار كان السملالي وكان معطي بوعبيد هنا كانت الديمقراطيه وكان الناس كلش كيشاركوا وكانت مشات هذيك المرحله جات مرحله اللي وصلنا حتى للعهد ديال الثناني 87 88 و89. هذه المرحله كلها هذه عامين انا الثناني عرفته عن قرب من احسن الناس ومن انظف الناس ولو انه باقي جارينو مع الحكامه دابا جارينو مسكين اما هو انسان نظيف من الداخل ديالو. الثناني من الناس اللي هما نقيين والناس اللي هما يعني كتقول انه رئيس نظيف. هذا ملي كان كياخذ القرارات كلشي كيشارك وهذا علاش نجح هو وهذا علاش هو اول رئيس في تاريخ الرجاء كيحصل على لقب البطوله. داكو البطوله الوطنيه هذا الثناني عبد القادر الثناني الله يذكره بخير الله يعطيه الشفاء. من ورا ديك الوقيته ديال 88 89 ومشينا عاوتاني غبرنا مشينا ما غتجي الديمقراطيه وتحط عاوتاني في الوزيز حتى جا غنام 87 كانت الفرقه مهدده جا غنام شدها سيدها واحد الوقيته يعني حتى 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 من ورا غيجي غيجي حانات. دونك هنا باش نتفاهموا كذلك كان ديمقراطيه لانه حانات لانه غنام انسان ديمقراطي وانسان واقعي وما يمكنش يبيعوه للجمهور. قال لهم من الاول انا راه ما غنلعب لا على بطوله ولا والو انا غنلعب باش نقاد الميزانيه ديال الفرقه غادي يثبتوا لان دازت المراحل صعيبه من قبل ديال حانات ومراحل ديال الصويري اذا كانت الفرقه واكله الدق مزيان. دونك قال لهم انا غادي نحاول نقاد الميزانيه ديال الفرقه ما غنخسر لا فلوس لا والو. قال اللفظه الشهيره ديال تلعب في المغرب كيستاهل 100 مليون على ليبوك غادي نجيب لعابه غادي نلعب باللعابه ديال الفرقه اذا لقيت شي صفقات ليا في مستوى القيمه الماليه او الامكانيات الماليه غنجيبها ما كاينش ما غنجيبش. وفعلا نجح انه من بعد راه دا بطوله وكذا والى اخره وكون واحد الجيل ديال الشباب اللي في مستوى اللي هي اوساتور اللي نفعت الرجاء فيما بعد اللي اول حاج واللي بالمعلم واللي اللي متولي ولي سميتو اللي ازوار اللي عداد هما اللي هما كانوا في الرجاء. على كل حال هذو هما فترات متفاوته اللي كانت فيها الديمقراطيه. ما عدا هاد المرحلتين هاد المراحل اللي قلت راه ما كانت الا تحكيم اذا تسير الفردي تسير الفردي ما كاينش الحكامه يعني ما كاين حتى مشكل لك واحد يعاود مخو بغيتينا ما هو هذاك ما بغيتي تسير بحالك خرج من الوزيز تسير الفردي. مش تقول لي انا رمز الديمقراطيه وي رمز الديمقراطيه ولكن خلال فترات متفاوته.